مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية: عودة السينما إلى مدينة شهدت أول عرض قبل 70 عاما. فريق جراحي يجري زراعة نادرة لجلد اليد في محافظة إب. صحيفة روسية: السعودية وإيران بصدد مواصلة المفاوضات المباشرة في العراق. مطلع خمسينيات القرن المنصرم، احتشد الناس في عدن داخل قاعة كانوا يشاهدون لأول مرة في حياتهم لوحة ضوئية تدور فيه الأحداث. كانوا يشاهدون فيلما بالأبيض والأسود في سينما هيركن، طبعا لم يتبقى منها سوى الأنقاض. توقف الجميع عن الذهاب إلى دور السينما واتجهوا نحو وجهات أخرى، لكن هذا لم يرق لمجموعة من الشبان الذين حدثهم أجدادهم عن الماضي فأرادوا إعادته. نطلع من عدن الغد: عودة السينما إلى عدن عقب غياب دام سنوات. وأفاد الموقع أنه بالرغم من أن محافظة عدن واحدة من أبرز المدن التي عرفت السينما قبل عقود، إلا أن دور عرضها توقفت عن العمل. أرجع القائمون على دور السينما أسباب توقفها إلى ضعف المردود المالي منها في أواخر سنينها. الشباب الذين تحدثنا عنهم، ورغم عدم وجود سينما عرض بعد تدمر عدد منها أو تحول نشاطها، فقد قرروا إعادة العمل في قاعة عامة خصصت لعرض الأفلام السينمائية، وستعرض عدد من الأفلام بقاعة ليلة بالمعلى. سبق ومر علينا هذا الاسم، فقد احتضنت هذه القاعة قبل سنوات عرضا لفيلم 10 أيام قبل الزفة للمخرج عمرو جمال. في مختلف الدول العربية والإسلامية يحرص الجميع على أن تكون أيام عيد الأضحى أيام إجازة، لكن لدينا مدينة بل مدنا يمنية كثيرة يبدو الأمر فيها مختلفا تماما، فما هو السبب؟ نطالع من موقع خيوط: العيد فرصة للعمل في الحديدة. يورد الموقع حالة أم زهرة التي تجد في العيد فرصة للعمل، فهي تشتري الألوان والصبغات وتمارس تجارب الرسم على وجه صغيراتها وصغيرات حاراتها لتكتسب المهارة لمهنة تمارسها الكثير من النساء في منتزهات وحدائق المدينة مع أيام الأعياد كفرصة عمل موسمية. تعول أم زهرة طفلين، وذلك من خلال عملها الموسمي في أماكن مختلفة، فقد ظلت منذ تخرجها من الجامعة تبحث عن فرصة عمل دون جدوى، فاتجهت للعمل في الخياطة وبيع المثلجات وأعمال أخرى محاولة تحسين دخل أسرتها ومساعدة زوجها الذي يعمل نادلا في أحد مطاعم المدينة. تتحدث أم زهرة عن قيامها بزيارة هي التي ألهمتها لهذا المجال، ففي أحد المتنفسات العامة في المدينة في عيد الفطر الماضي استوقفتها شابة كانت ترسم على وجوه الأطفال ويتم الدفع لها حسب حجم ما ترسمه مبلغاً يتراوح ما بين 100 و200 ريال، فقررت العمل مثلها. محمد المقبلي يكتب عن قوة الرأي العام وضرورة أن يتم استيعاب هذه القوة في مؤسسات حتى لا تصبح عبئاً على نفسها، وأضاف في مقال نشره في الموقع بوست: طرق عبد الله البردوني في كتابه قضايا يمنية فكرة حملت عنوان النائمون في طريق السيل. في الأمر تكثيف بالغ الدهاء من الناحية الوطنية يتعلق بعدم اتخاذ التدابير تجاه المخاطر التي تصل بشكل مباغت على طريقة وقوع الفأس في الرأس. كان البردوني يرمز إلى الكتلة الشعبية الحيوية التي تقترب المخاطر من جرفها، وهي مغمضة العينين حبيسة وحائرة إذا تعلق الأمر بخروجها للنور المؤسسي، وإن كانت على الصعيد العام حاضرة وهي الأكثر تأثيراً في الرأي العام. لم يعد بمقدور أحد إنكار وجود كتلة وطنية جديدة،
صحيح أنها متناثرة كمؤسسات وتيارات وتفتقر للخيط الناظم، لكنها واحدة من الحقائق السياسية والفكرية الماثلة وتعمل تحت لافتة وطنية خلاصتها مقاومة الانقلاب الداخلي والاستلاب الخارجي، وتستند إلى ركائز الذات اليمنية الحديثة الأربع: الهوية اليمنية والجمهورية والوحدة والديمقراطية، كتلة كبيرة تتسع كل يوم وتنمو، وفيها فتوة ذات صلة بعرف الصبا البردوني، وتمثل حاجة شعبية، لكن العقل الحيوي والفاعل لم يلتقط الحاجة الشعبية وينقلها من كونها كتلة حبيسة وحائرة إلى مشروع وطني يجيب على سؤال الانسداد السياسي الكبير. تتقافز إلى السطح ميليشيات وكيانات تعمل بالوكالة للخارج، وتبرز دكاكين بفتحات متعددة وتجار قضايا كثر، فيما تبدو الكتلة التي تعبر عن أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير في مرحلة النوم في طريق السيل. لا تتحسس الكتلة الحائرة عوامل القوة لديها وتتغلب بالوسائل على الحلقة المفقودة رأس المال الوطني، وتباشر عملا تنسيقيا حقيقيا تلم من خلاله هذه السيولة السياسية للمئات من الكوادر الشبابية والنسائية وأصحاب الفكر والكفاءات التخصصية ضمن مشروع جامع معني باليمن الديمقراطي الموحد. تكتفي هذه الكتلة وأنا ضمنها بالتذمر من الميليشيات التي تعمل بالوكالة لإيران والخليج، وتندد بالإيديولوجيا وذهنية جمل المعصرة وباستثناء عقليات نبيهة خلقت مؤسسات أسهمت بشكل جيد في استيعاب عدد من الكوادر، لكنها تظل جزرا معزولة تفتقر للاستراتيجية الوطنية الجامعة. هناك خبر يدعو للتفاؤل في ظل كثير من أخبار الحرب، فقد تمكن فريق جراحي يمني بنجاح من زراعة جلد يد رجل أربعيني أصيب في حادث مروري. عنوان موقع يمن فيوتشر: فريق جراحي يجري زراعة نادرة لجلد اليد من أوعية البطن. وأجريت العملية الجراحية في مستشفى اللواء الأخضر بمحافظة إب إنقاذا للرجل المصاب بحادث مروري أدى إلى تلف بالغ في جلد يده وتمزق أربعة من أوتارها العضلية. وقال استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور عصام القردوح أو القرودع عفوا الذي قاد إجراء العملية النادرة، قال إن الفريق الجراحي تمكن من إعادة ربط جميع الأوتار العضلية الممزقة في يد المريض وزراعتها في جيب من جدار البطن الغني بالأوعية الدموية. وأشار الطبيب إلى أن هذه الزراعة من شأنها تسهيل عملية آمنة ومضمونة لنمو الأجزاء الجلدية المكشوفة من يد الرجل المصاب بسبب الأوعية الدموية الغنية التي تمنع موت الخلايا الجلدية. لا تفاهم بين إيران والسعودية بخصوص ما يحدث في اليمن، فتلك جبهة يرى الطرفان أنه لا بد من بقائها مفتوحة. أما في أماكن أخرى فالحوار يجري بينهما، وقد يصل الطرفان إلى حلول ولو للتهدئة، وذلك وفق تحليل كتبه إيغور سوبوتين في موقع نيزافا سيميا غازيتا حول أهمية التفاوض بين الرياض وطهران في العراق بالذات، وقال: إن السعودية وإيران بصدد مواصلة المفاوضات المباشرة في العراق حول تطبيع العلاقات الثنائية. وأعلن ذلك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فقد استضافت الجمهورية العراقية اجتماعات بين مسؤولي الدولتين أكثر من مرة، لكن فيما بعد تعرضت لعثرات. الباحث الزائر في معهد واشنطن للشرق الأوسط أنطون مراداسوف أشار إلى أن عملية التفاوض بين إيران والمملكة العربية السعودية سوف تستمر في جميع الأحوال على الرغم من أنها لم تؤدي إلى نتائج واضحة بعد، وقال: حقيقة أن الحوار الإيراني السعودي يجري في العراق مهمة للغاية بالنسبة للعراق الذي يحاول الموازنة بين الاستثمارات السعودية والجوار الإيراني. وهكذا فبحسب مراداسوف سيجري الحوار حتى ولو من أجل الحوار، واستبعد أن يضع وصول رئيس جديد إلى السلطة في إيران من الدوائر المحافظة استبعد أن يضع عقبات أمام المفاوضات، وأن ذلك يشمل المشاورات في العراق والحوار في فيينا
بشأن استعادة الاتفاق النووي. رواية لبنانية تكتب عن لحظة مغادرتها مع طفلتها للبلد الذي عاشتا فيه، وقد كتبت نجوى بركات مقال المغادر ونشرته في العربي الجديد. اليوم أركب الطائرة، لا أذهب في عطلة صيفية ولا أهاجر. أمسك يد ابنتي الصغيرة وأتقدم بها، هي لا تمسك دموعها ولا أنا أمسكها. هذا رحيلها الأول، لا تخافي، ستكون لك حياة جديدة هناك، وهموم بمقاسك لا أكبر. حقائبنا تجرجرنا وراءها فيما يدعون رجل شركة الطيران إلى الإسراع. نتلفت حولنا، الوقت فضفاض، الوقت قماشة تهلهلت يحركها هواء المكيفات الآسل. نرحل كثيرين قليلين من دون أرواحنا التي بقيت خلفنا متشبثة بدرب زين الشرفة بشجرة على الطريق. نرحل كثيرين قليلين من دون أرواحنا التي بقيت خلفنا متشبثة بدرابزين الشرفة بشجرة على الطريق وبغيمة شفيفة عابرة في سماء خالية من الغيوم. نرحل فقراء مكسورين تعبين غير قادرين حتى على إلقاء تحية وداع، كأنه الزمان الدائري لا يعيدنا إلى نقطة الانطلاق، عمرا إثر عمر، جيلا بعد جيل، ونحن في داخله كفئران التجارب نلهث داخل الدولاب. وإذ يزداد علونا في السماء يلوح ندمنا المقبل ويتقافز شعورنا بالذنب على الشاشة أمامنا. كيف استطعنا ترك كل من نخاف عليهم من العتمة القادمة؟ وهل فعلا ستبقى البلاد لنعود إليها؟ يا الله، وأولئك الذين انتزعوا مخالبنا وسمموا عيشنا وسطوا على أرزاقنا، كيف تركناهم هكذا بلا حساب؟ قبل 20 عاما وصل رجل يحمل حقيبة على ظهره وبندقية حديثة على كتفه، وفور هبوطه من الطائرة أخذ يركض نحو الجبال. لم يكن وحده، وقد كان ضمن أول دفعة من الجنود الأمريكيين الذين وصلوا إلى أفغانستان. بعد كل تلك المدة بدأت رحلة عودة أولئك الجنود. سنطالع اليوم تعليقا على صيغة سؤال لموقع ألماني: هل حققت واشنطن أهدافها فعلا وانتصرت في الحرب على الإرهاب؟ وفق موقع الدوتشي فيلي، بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن بلاده حققت أهدافها في مكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان، لكن عددا من الباحثين يدقون أجراس إنذار للتحذير من صعود تيارات عنيفة. ينقل الموقع تصريحات نشرها أحد الصحفيين: إذ يشعر عدد متزايد من العرب بالقلق من أن الخطوة الأمريكية لن تعيد طالبان إلى السلطة هناك فحسب، بل ستؤدي إلى عودة جماعات أخرى مثل القاعدة وداعش. الخبير المصري في الشؤون الاستراتيجية والدولية عاطف السعداوي سخر من تصريحات الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة حققت أهدافها في مكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان، وتساءل: كيف يمكنكم الادعاء بأنكم نجحتم في مكافحة الإرهاب دون بناء دولة تعتنق أيديولوجية معتدلة وتوفر حياة كريمة تمنع الأشخاص من تبني أفكار المتطرفين؟ تذهب الولايات المتحدة فتحضر الصين، ولكل دولة طريقتها وأسلوبها الخاص، فإذا كانت أمريكا تأتي عبر الجنود فللصين طريقة أخرى. هذا ما أراد الوصول إليه تحليل نشر في صحيفة بريطانية. فعقب تأدية بشار الأسد اليمين الدستورية، كان أول الحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي أيد فوز الأسد في انتخابات مايو أيار التي وصفتها بريطانيا وأوروبا بأنها غير حرة ولا نزيهة. لكن الوزير لم يقطع كل تلك المسافة لإعلان التأييد، بل جاء لأمر آخر نطالعه من الجارديان. الوزير أعلن عن مساعدة الصين في بدء مهمة إعادة الإعمار. تقول الصحيفة في تقريرها إن حصة الصين البارزة في سوريا ما بعد الحرب كانت مباشرة، وهي استثمارات غير متوقعة مقابل الحصول على مدخل إلى السوق المحلي مع غطاء عالمي، أو مع المحلي مع غطاء عالمي. لكن التقرير يضيف استنادا إلى محللين ودبلوماسيين
إنه حتى في ظل الهدوء النسبي فإن سوريا لن تقدم سوى عوائد ضعيفة لسنوات مقبلة، لكن إذا كانت هناك كعكة كما يقال فلن تكون للصينيين وحدهم. علينا ألا ننسى أن اللاعب الرئيسي روسيا وإيران والآن الصين التي حافظت على سياسة أقل انخراطا في معظم القتال وتستشعر حاليا الفرصة. ويرى مراسل الجارديان أنه في وقت تغادر الولايات المتحدة أفغانستان وتستعد لمغادرة العراق، وبعدما تخلى دونالد ترامب فجأة عن شمال الشرقي سوريا قبل 18 شهرا، بدت بقية البلاد وكأنها مغنم سريع للدبلوماسيين الصينيين. عن حروب وصفها بالغريبة كتب حلمي الأسمر مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: من الحروب الغريبة تلك الحرب المفتوحة التي تشنها الأنظمة القمعية ضد شعوبها، ونحن في الشرق العربي نحظى والحمد لله بنصيب الأسد من هذه الحروب. فبعد مرحلة الاستقلال السوري عن الاستعمار الأجنبي المباشر التي حظينا بها، جاءت مرحلة الاستعمار الوطني وتنصيب أنظمة غارقة في الولاء للمستعمر الأصلي تتبادل معه المصالح، هو يدعمها للبقاء في الحكم، وهي تتكفل بتخريب حياة شعوبها وتجريف الوعي وإبقاء الناس في منزلة بين الحياة والموت، همها اللحاق برغيف الخبز إن استطاعت. وتحظى هذه الحرب بالطبع بكامل رعاية المستعمر ودعمه ومده بالقواعد العسكرية والمعونات الاقتصادية التي تنفخ جيوب عصابات السلطة والمنتفعين منها. هو يدعمها للبقاء في الحكم، وهي تتكفل بتخريب حياة شعوبها وتجريف الوعي وإبقاء الناس في منزلة بين الحياة والموت، همها اللحاق برغيف الخبز إن استطاعت. وتحظى هذه الحرب بالطبع بكامل رعاية المستعمر ودعمه ومده بالقواعد العسكرية والمعونات الاقتصادية التي تنفخ جيوب عصابات السلطة والمنتفعين منها. أما الشعوب فلها المعتقلات والانقلابات والضرائب والإفقار والقوانين المكرسة للقهر والقتل البطيء والمستعجل على حد سواء، والأمثلة بينكم وحواليكم. أما حرب إسرائيل الكيان العدواني الاستعماري المتوحش فربما تكون أوضح هذه الحروب وأكثرها شهرة، فهي حرب مفتوحة منذ 100 عام ضد الشعب الفلسطيني وشعوب العرب كافة، وهي كغيرها من الحروب تحظى بدعم كامل من مجلس الأمن وفيتواته الشهيرة، وبحماية بلا حدود لكيان أصبح أمثولة للفصل العنصري والإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب. وعلى الرغم من هذا يبقى في منأى عن أي مساءلة حقيقية من رعاته الدوليين، فهم أرباب الإجرام وصناعة الموت وكهنة التوحش والتدمير والتخريب. سرقت امرأة ماسا بقيمة 4,200,000 جنيه استرليني من تاجر مجوهرات فاخر في لندن، فكيف تمكنت من عمل ذلك؟ وفقا لموقع الارتي فقد تظاهرت المرأة بأنها خبيرة في الأحجار الكريمة لتستبدل خلال تمحيصها الماس الحقيقي بالمزيف. وانتحلت المرأة التي تدعى لولو لاكاتوس صفة خبيرة أحجار كريمة، وتظاهرت بأنها تقيم 7 ماسات في صالة عرض بصالة عرض بودلز وسط لندن، ووضعت الجواهر في محفظة مقفلة، وكان من المقرر حفظها في قبو الجواهر في انتظار تسديد قيمتها. وعندما تم فتح الحقيبة وجد الخبير الحقيقي 7 قطع صغيرة من الماس المزيف فيها. وقال المدعي العام فيليب ستوت: خفة يد المدعي عليها ساعدتها في سرقة قطع الألماس، لكنها ما زالت تنفي التهم الموجهة إليها. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم جراء فيضانات عارمة اجتاحت مدينة تشينغشو بمقاطعة ووسط الصين، وحصرت المئات داخل عربات مترو الأنفاق وجرفت المركبات. تتابع ما حدث في الصين.
من مأساة الصين إلى عراك عنيف بين نائب وزير الداخلية المولدوفي الأسبق والمستشار السابق لرئيسة البلاد مايا ساندو، وذلك خلال مشاركتهما في حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة. وبعد تعرضه لعدد من الضربات القوية، فقد نائب وزير الأسبق وعيه واحتاج إلى مساعدة طبية. وفي وقت لاحق ذكر مقدم البرنامج أن الرجلين تصالحا ونشر صورة لهما وهما يتصافحان. نتابع مقطع الشجار بينهما. أرجو ألا يحدث ذلك في أحد برامجنا. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت عددا من الصور قالت إنها أجمل الصور خلال هذا الأسبوع، نتابعها في جولتنا التالية. العديد من رسوم الكاريكاتير التي نشرت في الصحف والمواقع الإخبارية، نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. شكراً على المتابعة. إلى اللقاء.